الأغذية غير المؤمنة حلقة مفرغة من الأمراض، إذ تؤثر على جميع الأفراد خاصة الرضع وصغار الأطفال والمسنين والمرضى. منظمة الصحة العالمية. كل شيء في مصر خلاص اتغير وبيتغير، وبرؤية واضحة بنحقق طفرة لقمحة تخرج من أرضنا صحية آمنة. 2000 طن قمح يومياً بيتوزعوا على كل المصانع داخل مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية المتكاملة، اللي في مرحلتها الأولى اتفتح 6 مصانع منتجة. كل يوم بيتولد فيها مرحلة جديدة لمصانع عملاقة، والنهاردة بنحتفل بافتتاح 6 مصانع جديدة في المرحلة الثانية. ثروة بلدنا، كل نقطة لبن بيكون ليها دور في منتج حيوي داخل بيوتنا. منتج خام محفوظ بعناية عشان تبدأ رحلته الكبيرة. مصنع الألبان ومشتقاته، وبيتكون من 6 خطوط لإنتاج الألبان. و3 خطوط لإنتاج الجبنة بعبوات وأوزان مختلفة. بتوفر سنوياً 200,000 طن من الألبان ومشتقاتها. منتجات استراتيجية بتحقق المفهوم الأمثل لمعنى الأمن الغذائي. قدرنا نوفر 600 مليون وجبة مدرسية، غذاء صحي آمن لأولادنا، لنحصل على درع جينيس الشهير لتحقيق الرقم القياسي لأكثر عدد وجبات مدرسية خفيفة تم استلامها خلال عام. بنواصل جولتنا في مدينة سايلو فودز، وبنزور مصنع البسكويت المغطس والصب، بطاقة 7800 طن سنوياً. اللي بيعمل بمنظومة آلية لتوفير منتج غذائي آمن. من مصنع البسكويت نزور مصنع الطحينة، مصنع جديد لإنتاج الحلاوة والطحينة. مصنع بيعمل بطاقة إنتاجية 16,000 طن سنوياً، والمواد زي ما دخلت آمنة دون لمس يد بتخرج منتج معبأ دون لمس يد، ليصل بقيمته الغذائية كاملة آمنة. وبأسطول كبير بيخدم وينقل ويوزع لجميع أنحاء مصر. انا بطلت ادي اولاد فطار في مدرسه عشان تقريبا الوجبه المدرسيه بتاعهم من هنا متكامله وفيها كل حاجه. انا فوجئت ان هم بيعملوا مكرونه دايت، وانا اصلا كنت بشتريها مستورده. بسكوت هيفن احسن بسكوت في العالم. بنتي بتحب البسكوت اللي بتاخده في المدرسه. الاسعار هنا كويسه جدا مقارنه باسعار السوق الخارجي. انا بحب ويفر بول بالفراوله عشان طعمه جميل قوي. ولضخامة الإنتاج تم إنشاء مجمع جديد للطباعة والكرتون بيضم 3 خطوط بقدرة سنوية 26,000 طن، وأيضاً توفير عبوات لاحتياجات السوق بديلاً عن الاستيراد. وعشان نحافظ على البيئة تم إنشاء محطة تدوير تعمل على امتصاص أي عوادم من مذيبات الطباعة، ده غير إنها بتوفر للدولة سنوياً 60 مليون جنيه. منتجات سايلو فودز تخضع للتحليل في معاملنا ذات التقنيات الحديثة، وقد تم الحصول على شهادة الاعتراف الدولي من المجلس الوطني للاعتماد. هنا عالم من الصناعة والجهد والعمل، إنجاز كبير وبيكبر كل يوم. مصانع مليانة بآلات متطورة وتقنية عالية، عقول كل يوم بتزيد وتتولد فرص عمل أكتر وأكتر. إنجاز هدفه كان واضح من البداية، صحتنا في المقام الأول لينا كلنا، خاصة أطفالنا، ثروة بلدنا.